سيدة كاتبة الدولة، عندكم 6 الأسئلة. السؤال الأول حول توفير الماء الصالح للشرب لساكنة المناطق القروية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلوا الإخوان في الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الإجراءات المتخذة من طرف حكومتكم؟ لا إلا سمحتوا الله يخليكم. نساعدوا السيد النائب طرح سؤاله. تفضل سيد النائب. نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لمعالجة نقص الحاد في قطاع الماء الصالح للشرب بالعالم القروي. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. تفضلوا سيدة الكاتبة الدولة. شكرا سيدة الرئيسة. بداية أود أن أتقدم للسيدة والسادة النواب باعتذاري على الغياب الاضطراري في الأسبوع الفارط نتيجة ذلك لاجتماع رسمي. كان بودي أنني نعطي شي سيد وزير آخر أنه يجيب، لكن الأمور تتطلب يعني تقديم بعض التدقيقات التقنية، لذلك ألححت أن أكون شخصيا في إطار هذه الجلسة. سيد نائب محترم، لابد من الاعتراف بأن بلدنا حققت واحد المجهود جد جبار على مستوى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في العالم القروي بوجه الخصوص. انطلقنا 200 مليون درهم في بداية التسعينات، الآن نستثمر أكثر من مليار درهم سنويا، وهذا كان عنده وقع جد مهم على مستوى ظروف العيش الساكنة بالعالم القروي، وعلى مستوى أيضا التنمية البشرية، وعلى مستوى تمدرس بالأساس الفتاة القروية. الآن نسبة تزويد 96.5% مع بعض تفاوتات ما بين الجهات. الآن هناك مشروع من أجل معالجة هذه الاختلالات على مستوى المناطق فيما يعرف بمجال تأهيل الترابي للمناطق الجبلية. هناك استثمارات مرصودة لهذا المجال في حدود 700 مليون درهم توجه بالأساس للمناطق القروية التي لا زال فيها معدل التزويد أقل من المعدل الوطني، بشراكة مباشرة ما بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعة الترابية والمديرية العامة للجماعات المحلية. شكرا لكم سيد نائب. شكرا شكرا. التعقيب سيد نائب. السيدة الوزيرة، النسبة المئوية اللي عطيتي ديال كذا 60% من التغطية ديال بالماء الصالح للشرب في العالم القروي ولا 96%، يمكن بقات خليني في واحد ديالي مازال ما عطيتوهاش، صفر، مازال ما عندنا حتى حاجة في القطاع الماء الصالح للشرب. نقول لك السيدة الوزيرة بأن المنطقة ديال المريت والنواحي ديالها باللي كتعيش على واحد المعاناة كبيرة وكبيرة بزاف في القطاع ديال الماء الصالح للشرب. ونقول لك السيدة الوزيرة بأن السكان ديال المريت منذ 30 سنة أكثر من 30 سنة، منطقة خنيفرة، عمارة خنيفرة، منطقة مريت والنواحي كيعيشوا منذ 30 سنة بواحد الماء في البيوت ديالهم اللي هو في واحد نسبة الملوحة كبيرة بزاف أكبر من المعتاد صحيا. ووعدتونا السيدة الوزيرة هذه في الولاية السابقة باللي كاين واحد الدراسة توصلت بها من طرف المصلحه الاقليميه ديال الماء الصالح للشرب، كتقول بان كاينه واحد الدراسه ديال 90 مليون ديال الدرهم اللي غادي تزود المنطقه بالماء الصالح للشرب من ازرو، من مدينه ازرو مرون بالحدوه ديفران. شكرا شكرا شكرا. خليك شكرا شكرا. انتهى الوقت. تعقيب اضافي في السؤال. تفضلوا السيد. تعقيب إضافي عند العدالة والتنمية. شكرا سيدة الرئيسة. سيدة كاتبة الدولة، عانت مجموعة من دواوير في إقليم العرائش من قطاع الماء صالح للشرب في مجموعة من الدوائر وعلى رأسهم جماعة الزوادة اللي كتوجد فوق الفرشة المائية. يعني المشكل ديالهم ماشي ندرة المياه، ولكن المشكل ديالهم هو التجهيزات والتدبير ديال الماء من طرف المصالح المختصه. الى حد وصلوا الناس ديال الدواور كيمشيو يسقيو الماء على 4 حتى 5 الكيلومتر، وهما كيدخلوا في ديك 96% ديال التزويد العالم القروي، اي محسوبين انهم كيوصلهم. نتمنى السيده الوزيره تدخل معايير جديده وهو الاستمراريه في التزويد وصلح الاعطاب، واش ساعه او ساعتين، يوم او يومين، ولا شهر او شهرين. وشكرا. شكرا السيد النائب. ما عرفتش كاين شي الوقت مازال لا ريجي. تعقيب اضافي اخر. تفضلوا. اسمح لي الا سمحتي. تفضل السيد النائب. تفضل الفريق الاستقلالي. نتساءل السيد الوزير على ما مع ساكنة غفصي على المؤال مشروع تزويد دائرة غفصي بالماء الشروب
والإقليم الشفشاون الذي تم تدشينه من طرف جلالة الملك 2010 بعدما بما قدره 40 مليار، بعدما وصلت أزمة الماء الشرب بهذه المنطقة إلى أوجاع أصبح مع السكان يعانون من العطش خاصة في فصل الصيف بما فيها جماعة تفرنت وغيرها من الجماعات أخرى. يتعلق أمل كبير عن إنجاز هذا المشروع حتى تستفيد من حقها الدستور من الماء الشرب. وصل السكان حوالي 120 ألف نسمة والماء موجود في السد الوحدة وما أدرك ما السد الوحدة. أما القضية اللي قلتها ديال 90% ديال هذيك ديال الفلاجة ديال المراكز ماشي ديال الدواوير. عباس والسلام. شكرا شكرا شكرا. تعقيب إضافي؟ إذا تنازلتي مرة أخرى. تعقيب إضافي آخر؟ لا تعقيب. السيدة الوزيرة تفضلوا. شكرا سيدة الرئيسة. تفاعلا مع تدخلات السادة النواب فيما يتعلق بالمشكل ديال الخنيفرة، المشكل المشروع هو كاين، الاعتمادات مرصودة والمشروع في قيد الإنجاز. وصلت نسبة يعني التقدم ديال الأشهر 85%، ولكن المشكل الأساسي هو مشكل تعرض الساكنة. السيد النائب المحترم، المشاكل اللي كنلقاوها في هذا المجال تعرض الساكنة تعرقل وتحول دون وصول هذا خروج هذه المشاريع قيد الانجاز. المشكل ديال غفصاي، غفصاي بالفعل كان فيه تاخر جد مهم، لان لا يعقل ان الجماعات والاقاليم المجاوره لاكبر معلمه مائيه على الصعيد الوطني لا زالت تعاني من نقص في التزويد بالماء الصالح للشرب وما كتستفدش من حقها في الوصول الى هذه المعلمه. المشكل ديال السد الوحده كان فيه مشكل طويل، يعني كان فيه عده عراقيل تعرض الساكنه وفسخت العقد الصفقه عده مرات، ولكن المنطقه ديال غفصاي يعني تم الشروع فيها في 17 يونيو، يعني تم الشروع في الجزء الاول الشطر الاول هذا من تزويد من السد الوحده في 17 يونيو اللي غيجود مدينه غفصاي وباقي المناطق الاخرى. بقى تاخر في اقليم وزان واقليم شفشاون لنسبه تقدم الاشغال 80%، ولكن فيها مشكل تعرض الساكنه. وانا اتقاسم معكم هذا الغبن، اقاليم المجاوره لسعيد سد الوحده اتقاسم معكم هذا الغبن وهذا الاحساس بانه كنشوفوا معلمه قدامنا وما كنستافدوش من حقنا بالماء الصالح للشرب. المشكل العرايش غادي نبحث فيه لان ما كنتوفرش على المعلومات الدقيقه. شكرا لكم الساده النواب. شكرا السيده كاتبه الدوله. نمر الى السؤال الموالي ويتعلق عن بإشكال الماء الشروب بإقليم زاغورة للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق العدالة والتنمية. تفضل السيدة النائبة. عطش صيفي قائد لأكثر من 300 ألف من ساكنة إقليم زاغورة محسوبة عليهم المواطنة. السيدة الوزيرة يسائلكم ويسائل وعودا ووعيدا مؤجلة ويسائل عدالة مجالية. السيدة الوزيرة عدالة مجالية لا يصل منها إلا الصدى، يحلم من خلالها بعض المغاربة باتباع قطار التي جي في، ونحلم نحن في المغرب الآخر بغرفة ماء وفقط. يسائلكم عن التدابير الاستعجالية التي تنوون اتخاذها من أجل حل أزمة مائية إقليمية طال أمدها، عار على كل الفاعلين السياسيين في البلاد. وشكرا. شكرا السيدة النائبة. السيدة كاتبة الدولة تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة النائبة المحترمة شكرا شكرا على التشجيع. شكرا. احييكي احييك على هذه النظرة والحرقة اللي تكلمتي عليها على واحد المد. الى سمحتوا الى سمحتوا. شكرا. تفضلي تفضلي. احييكي على هذه النبرة ديال اللي تكلمتي بها وعلى هذه الحرقة اللي تكلمتي على واحد المنطقة اللي الصوت. السيدة كاتبة وقف عافاك الكونتور. عاود ضبط الوقت للسيده كاتبه الدوله. احييك على هذه النبره والحرقه اللي تكلمتي فيها على واحد المنطقه اللي انا وقفت شخصيا على المعاناه اليوميه للمواطن باقليم زاغورة. يمكن نقول المنطقه اللي زرتها اكثر مره في ثلاث سنوات الاخيره هي منطقه زاغورة. تنقلت اكثر من 5 مرات لهذه المنطقه ورصدنا اعتمادات جد مهمه لمنطقه الجنوب الشرقي. 3 سدود على 5 توجهت في الثلاث سنوات الاخيره توجهت لمنطقه الجنوب الشرقي. وسد اكدس شرفت عليه شخصيا وخرجناه قبل الوقت اللي قد يشكل اجابه شامله لمشكل الماء الصالح للشرب بمنطقه زاغورة. ولكن رايت ما توجد هاد المشاريع كلها خصنا حلول يعني اللي يمكننا نقوم بها مؤقتا.
الحل بيدكم السيدة النائبة المحترمة وبيد الساكنة وبيد بيد المنتخب. منطقة زاكورة تتميز بجفاف هيكلي، الفرشاة المائية الوحيدة اللي متواجدة فيها كاين فرشاة الفايجة، وعارف الاستغلال المفرط 5 مليون متر مكعب سنويا، وكاين فرشاة النبش اللي كتزود أو كتغدى عن طريق طلقات من سد المنصور الذهبي. للأسف كنا خرجنا برنامج، تخلف الجميع عن إخراج هذا البرنامج، والآن ننتظر أنه تخرج على الأقل. هناك محاولة غير باش نحفروا جوج البيار تعرضوا لنا، المكتب الوطني اللي مشى باش يحفر جوج البيار باش يعطي الناس يشربوا، الفلاحين نادو كيتعرضوا. الآن كاين محطة ديال إزالة الملوحة اللي كيشرف عليها المكتب، كاين السد، الآن خصنا حلول على الأقل اللي تنخرط فيها الساكنة وتنخرط فيها السلطات لحل المشكل الماء الصالح للشرب بمنطقة. شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا. تعقيب إلا سمحتوا التعقيب تفضلوا سيدنا. نعم شكرا سيدة الوزيرة. في الحقيقة هناك مجهودات تبذل، ولكن العبرة بالنتائج. 13 دوار سيدة الوزيرة في تاكونيت كتوصل بستيرنا وحدة في الأسبوع. المركز ديال تاكونيت ساعة في يومين سيدة الوزيرة. مناطق أخرى كيتقطع فيها الماء باستمرار. في رمضان تقطع الماء 4 السوايع على النقوب في الحرارة ديال 45 درجة. السيدة الوزيرة في المركز في زاكورة الناس كيخلصوا جوج الفاتورات، الفاتورة ديال الماء غير صالح للشرب اللي كتزود به زاكورة، والماء اللي كيتباع في الزناقي عبر صهاريج. السيدة الوزيرة كاين ثقب درتوه في الفايجة، قلتوا لنا بأن كيريب، خص تجي واحد الآلة ديال لابو من أكادير، من 12 من شهر 12 السيدة الوزيرة ونحن ننتظر، باقي ما جات هذه الآلة من أكادير، وشكرا. شكرا السيد النائب، شكرا. تعقيب إضافي حول الموضوع تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة. أكيد كما أشار السيد النائب هناك مجهودات كبيرة تبذل وبذلت خلال الحكومة السابقة، ولكن هناك المزيد في العالم القروي. لو أتيحت الفرصة للسادة النواب جميعا نتكلموا عن المعاناة ديال العالم القروي، ولكن خاصة ديال النقاط. النقطة الأولى هناك إشكال فيما يتعلق بالأبار، الآن المياه في الأبار هناك نضوب المياه في الأبار في مجموعة من المناطق، توقف العدد من المشاريع. نعطي النموذج لإقليم سيدي يفني، جماعة تيغيرت والجماعة المجاورة لها هناك توقف للعديد من المشاريع نطالب بالتحقيق فيها. أيضا هناك ضرورة إصلاح مختلف الشبكات والصهاريج المستعملة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والمحصلة للشرب. شكرا شكرا السيد النائب. نمر إلى السؤال الموالي عن المجهودات الوزارة من سيد الرئيس. عندي حق في التعقيب. تفضل سيد نائبة. شكرا سيد الرئيس. السادة النواب محترم، ما كاينش الاله مشات لاكادير. طبعا الاله اللي كتمشي تحفر وما كيخليوهاش الناس تحفر كيتعرضوا لها، خصها ترجع تحفر في بلاصه اخرى. ضمنوا لنا بان الاله غتمشي تحفر بير زاكورة وغنجيبها لكم، ماشي غادي نجيب انا الشركه وننقلها حتى لزاكورة وفي الاخر يتعرضوا لها الساكنه ما يخليوهاش تحفر. شكرا لكم. شكرا السيده كاتبه الدوله، شكرا. اذا نمر الى سؤال موالي لو سمحتوا، عن مجهودات الوزارة من أجل تثمين المياه المستعملة والمحافظة عليها للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيسة. سيدة كاتبة الدولة، عن مجهوداتكم من أجل تثمين المياه المستعملة والمحافظة عليها نسائلكم. شكرا سيد النائب. تفضلوا سيدة. على جا السيدة الرئيسة السادة النواب محترمون، هو مشروع ضخم نستشغل عليه. المغرب الآن لديه رصيد جد مهم يمكن تثمينه ويمكن أن يحل أن يكون بديل في بعض المناطق. تقريبا 550 مليون متر مكعب الآن تهدر. لا سمحتوا 500 لا سمحتوا. سعدوا السيدة كاتبة الدولة تتمرر رسالتها. 550 مليون متر مكعب للأسف تهدر. المغرب استثمر الكثير في مجال بنية تطهير السائل، ولكن للأسف المقاربة اللي انطلقنا منها هي المعالجة والقذف في الوسط الطبيعي. آن الوقت أن ننتقل من هذه المقاربة إلى مقاربة معالجة وإعادة الاستعمال. هذا المشروع كنشتغلوا عليه مباشرة من أجل دمج مخطط الوطني لإعادة الاستعمال مباشرة في المخطط الوطني لتطهير السائل، حتى نخصص يعني واحد الحجم ديال 325 مليون متر مكعب ممكن أن نستعملها في استعمالات فلاحية واستعمالات سقي المساحات الخضراء، حتى نستطيع يعني نخفف العبء والضغط على المياه الاعتيادية. شكرا لكم سيد النائب. شكرا سيدة كاتبة الدولة. التعقيب عند السيد نائب.
شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، لا يختلف اثنان على الأهمية البالغة التي توليها السلطات الحكومية لمجال تطهير السائل ببلادنا وخصوصا منذ سنة 2002، إلا أن معالجة هذه الإشكالية السيدة الوزيرة لا تقتصر على الجوانب البيئية والتقنية البحتة، بل تتعداها إلى ما هو اجتماعي وثقافي وقانوني دون إغفال الجانب المالي والاستثماري. فالكميات المهمة، وقد أشرتم إلى أن زيادة من 500 مليون تهدر، التي تهدر في الطبيعة بدون معالجة كافية وبدون تثمين مرضي، تشكل خطراً على البيئة من جهة، وتفوت علينا فرصاً مهمة لإعداد استغلالها لأغراض فلاحية أو صناعية أو أغراض أخرى. فهذا النوع من المياه يشكل مخزون احتياطي بل استراتيجي، والتوقعات تقول بأن سنة 2025 سيصل هذا الحجم إلى 900 مليون متر مكعب. فهذا النوع من الماء فيها ماء وفيها سماد وفيها طاقة، فالتحدي الحقيقي يكمن في تدويرها وإرجاعها إلى دورة المياه بجودة عالية للاستفادة منها. نود أن نشير الفوارق الكبيرة بين الوسط الحضري والوسط القروي في المجال. على العموم أود أن نشير إلى أهمية وضرورة الاستثمار شكراً في المجال. شكراً شكراً. تعقيب إضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب إضافي. السيدة كاتبة الدولة. سيد نائب محترم، نحن مبادرون، حنا كنطلبوا منكم ولا عندكم مشاريع لإعادة استعمال المياه المعالجة في المراكز ديالكم، جيبوها لنا وممكن أن نساهم أكثر من 60% في التمويل التكميلي. حنا تنطلبوكم سادة النواب محترم، اللي عنده شي مشروع في شي منطقة اللي كيهدف إلى إعادة تثمين هذه المياه وإعادة استعمالها، جيبوها لنا وممكن أن ندخل في شراكة من أجل إخراجها للوجود. شكرا لكم سادة النواب. شكرا سيدة كاتبة الدولة. نمر إلى السؤال الموالي عن سياسة إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة ببعض أقاليم وجهات المملكة للسيدة والسادة النواب المحترمين عن فريق التجمع الدستوري. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة لمجلس النواب المحترمين، السيدة السادات والسادات الوزراء المحترمين، السيدة السادات النواب المحترمين، نسائلكم السيدة كاتبة الدولة عن تدابير الإجراءات الحكومية المتخذة فيما يخص إنجاز مجموعات من السدود الصغرى والمتوسطة ببعض الأقاليم والجهات المملكة، ومن أجل الحد في إطار الفيضان وتخزين الماء وإغناء الفرشات المياه بهذه الاستغلال إنتاج الماء الصالح للشرب وتزويد الأراضي الفلاحية بمياه السقي. وشكرا. شكرا سيد النائب. تفضلوا السيدة. شكرا سيد النائب محترم. بالفعل بلادنا انخرطت في الأساس في الثمانينات في هذه سياسة السدود الصغرى والمتوسطة اللي كانت يعني كإجابة للجفاف اللي عرفته هذه المنطقة، كانت توفر على أكثر 250 سد تلي ما بين سد متوسط صغير وبحيرة تلية. الآن نشتغل بوتيرة أخرى أو بمقاربة أخرى، لأن هذه سياسة بناء السدود جابتها بعض الاختلالات وبعض النقائص، لأن كنا كنبنيو سد سلي أو سد صغير وعاد كنفتشو شنو غنعملو به. الآن انتقلنا بمنطق آخر هو منطق التعاقد، يعني من جي نبني شي سد سلي يكون عنده هدف أو مشكل يمكن أن يجيب عنه. أستثني من ذلك المشاريع الحماية من الفيضانات اللي كنبنيوها بدون شرط، ولكن دخلنا في واحد المقاربة تعاقدية مع الفاعلين المحليين حتى نضمن استدامة هذه المنشآت. ما بغيناش نبنيو سدود تلية ونخليوها مرمية في الطبيعة كما حدث في السابق، بغينا يكون عندنا طرف نتعاقد معه أو مخاطب باش نضمنوا لهذه السدود على الأقل وقعها في التنمية المحلية. وتقريبا كنخرجوا واحد 10 إلى 12 سد تلي وفق الاعتمادات المرصودة لكتابة الدولة، تعطى فيها الأولوية للمنشآت اللي عندها دور في الحماية من الفيضانات. شكرا سيد. شكرا. شكرا. تعقيب. تفضل السيد نائب. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا سيدة كاتبة الدولة. هناك مناطق في المغرب بحكم جغرافيتها تعتبر مناطق مائية تتوفر على مصادر غنية من منشآت وسدود مائية وأحواض ومنابع وشلالات مثل أزود وإيمينيفري، وكلها في أزيل الدمنات. سيدة كاتبة الدولة، هذه المنطقة لديها 4 سدود، ولكن مع الأسف الساكنة لا تستفيد من هذه الثروة الوطنية المائية، لا مناطق سقوية مهمة ولا فرص شغل، بل هناك مناطق تعاني من نقص وندرة الماء الصالح للشرب، مع انعدام المسالك الطرقية للوصول إلى الماء حتى الطاقة الكهربائية المولدة من هذه السدود الموجودة في هذه المناطق.
مثل سد بين الويدان مليوس في الحسن الاول سيد ادريس لا تستفيد منها الساكنه والجماعات المتواجده على ضفافها. نعم نؤكد لكم على ان الساكنه تستفيد من هذه الفيضانات والترسبات وانجراف التربه وانقطاع المسالك الطرقيه وهي على قلتها، ومنها مثلا خير مثال ما وقع في جماعه طبرش من فيضانات وقاطع المواشي الى غير ذلك وايتم ديس والمسا. وبالمناسبه سيده كاتبه الدوله نسالكم عن السد لي، وبهذه الدقيقه فهناك مسيره في تيدي ليفت في اتجاه قلعه السراغنه، مطالبتهم لهذه الساكنه التي تحيط بها اربع سدود فقط لسد تلي، فهذا مطلوب مشروع. ونشكركم سيده كاتبه الدوله. شكرا 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 سيد النائب. تفضل تعقيبات اضافيه. تفضل سيدي. شكرا السيدة الوزيرة. نتمم سياسة السدود وما جاء في البرنامج الحكومي، ولكن نطالب بالتعجيل بإخراج سد بولعوان على وادي سكساوة بإقليم شيشاوة، وسد أسمغو بورزازاد، وسد تكزيرت ببني ملال، نظرا للطابع الاستعجالي والملح لهذه المشاريع. فمثلا سد بولعوان بإقليم شيشاوة منذ 1976 حتى أن الشباب أصبح يسمي هذا المشروع مشروع 1976 تنتظره الساكنة، نظرا للوقع الإيجابي الذي سيكون في إحياء الأراضي بهذه المناطق والتغلب على مشكل الماء الصالح للشرب بشيشاوة وإمنتانوت ومتوقع. وشكرا. شكرا السيد نائب. تفضلوا السيدة كاتبة الدولة. تعقيب إضافي مع ديرة السيدة كاتبة الدولة. تفضل. في نفس الإطار السيدة كاتبة الدولة، كان هناك واحد مجموعة ديال الجماعات اللي هاد بعض السدود جات في التراب ديالها، وهاد الجماعات ماشي هما اللي كيستافدوا من هاد بحال اللي وقع قبيله بالنسبة للغفساي وسد الوحدة. نعطي مثال ديال إقليم تازة، السد ديال بابلوطة، جميع نقول لك بلي جميع الجماعات ديال هاد الإقليم كيستافدوا من هاد السد هذا، غير الجماعة ديال السميعة اللي جا فوق التراب ديالها هاد السد هذا كتعني واحد الأزمة كبيرة من الماء ديال الصالح والشرب. وشكرا. شكرا السيد النائب. إلى ما بقاش شي تعقيب إضافي تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. السيد النائب محترم ما عرفتكش شي منطقه، قلتي قلعه السرعنه مره، قلتي بني ملال تلفتي لي شويه. ازيله المشكل الرئيسي في منطقه ازيله. السيد الرئيس السيد النائب محترم، مشينا باش نبنيو سد تلي، ثلاثه المواقع اللي مؤهله انها تحتضن سدود ما قبلوهاش الساكنه، واقترحوا علينا سد اخر ما غير صالح، وكيقولوا لي بليوه هنايا والتربه الطبيعه الجيولوجيه ديالو غير صالحه نبني سد ويتهدم من بعد. ايوا خصكم خصنا نكونوا جميع متفقين على واحد المساله. طلع لكم ثلاثه الاقتراحات، حتى شي وحده ما عجبتكم في الاقليم ازيلال. عجبكم ان سولاكس، واحد الموقع واحد اللي هو غير صالح، طبيعه الجيولوجيه ديالو لا تستحمل ان يبنى فوق ان يشيد فوقها سد تلي. المشكل ديال سد بولعوان، سد بولعوان بالفعل هو مبرمج في السنه الماليه ان شاء الله 2018، نتمنى اننا نتوفروا على الاعتمادات الماليه باش نخرجوه، لان غيعطي واحد الدفعه قويه لمنطقه شيشاوه ومنطقه ايمنتانوت. بابلوطا جميع الجماعات الترابيه اللي داخله الطابع القروي اللي داخله في اقليم تازه غتعرف تزويد بالماء الصالح للشرب، هي المشاريع هي اللي يشرف عليها المكتب يعني القيد في الاطوار الاخيره ديالها، وغتخرج ان شاء الله في القريب العاجل. شكرا لكم. شكرا السيده كاتبه الدوله. اذا الى عندك مازال الوقت ما عرفتش، نمر الى سؤال الموالي حول مراقبه جوده المياه المستعمله للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. شكرا. تفضل السيد النائب. شكرا. شكرا سيد النائب. لا كاين كلمه عند الاخ، بغيت نعقب على السيد في اطار السؤال دزنا لسؤال اخر. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة. سيدة كاتبة الدولة، وجهنا لك سؤالا بصيغة آنية يتعلق بالماء الصالح للشرب لكي يشربوه مواطنون مغاربة بإقليم سيدي سليمان. ما قبلتيش تجاوبي السيدة الوزيرة على هذا السؤال بصيغة آنية، عين ما أنك حضرتي للبرلمان، وبالتالي اليوم سمحوا لنا جوج الأسئلة. السؤال الأول، واش هذا استخفاف بساكنة إقليم سيدي سليمان؟ وعاد السؤال الثاني، كيف تراقبون جودة المياه المعدة لشرب المواطنين؟ شكرا. السيد النائب. تفضلوا السيده كاتبه الدوله. اتمنى السيد النائب المحترم انك تكون قبلتي الاعتذار ديالي على الغياب الاضطراري في الجلسه السابقه.
جلسة سابقة، فيما يتعلق بمراقبة جودة المياه، أقول وأكرر هذه المسألة هي مسألة اللي ما فيهاش تساهل وما فيهاش يعني إخلال بأي مسؤولية. المصادر ديال المياه اللي كتوزع عبر الشبكات العمومية تخضع لمراقبة صارمة منذ المصدر حتى عند المستهلك. أقول الشبكات العمومية المراقبة، ما كنقولش الآبار أو نقاط المياه اللي كتكون خاصة، وهذا كيخضع يعني لمواصفات الجودة اللي منصوص عليها ومعترف بها عالميا، وكتخضع لواحد المراقبة ديال أكثر من 72 شبكة ديال المختبرات اللي كيشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء، وأن المياه اللي كتوزع في الصنابر عن الاستهلاك البشري هي مياه تطابق لمواصفات الجودة كما معمول بها على الصعيد الوطني. شكرا لكم السيد النائب. شكرا. تفضل السيد النائب تعقيب. شكرا سيدة الرئيسة. سيدة الوزيرة المحترمة، واش عندك العلم بانه وسط المدينه ديال سيدي سليمان هادشي ما تنتكلموش على البوادي، الكاميونات والبيكوبات غاديين جايين، تيقولوا والحلو البيع، واذا كانوا يهمك الامر درهم ونص لتر سيدي الوزيره، اللي كتكلموا على جوده المياه هذا يعني ان الملك يتعطف لي برانشمون ما مر. قمت سيدي الوزيره بدورك رئيس مجلس اقليمي، استدعيت المسؤولين ديالكم، وكان الجواب كما العاده كلاسيكي، سوف نعمل على ايجاد حلول، ولا سبحان الله سوف نعمل مثلك جميع المسؤولين. سيدة الوزيرة المحترمة، كتكلمي على المعايير وكزتي كبرتي المشكل، الحمد لله اللي ما شاديوش المعايير الهواء، ما راكم عطيتوني شي هواء عاوتاني حالته بشي ثمن مهزوز. سيدة الوزيرة الله يخليك، ما ندفعوش الناس يحتجوا ونقولوا اش كاين الاحتجاجات، نصيحة ما نخليوش غدا الأمن الوطني ديال البلاد يتواجه مع مواطنين خارجين تحتجوا لطلب الماء الصالح للشرب، راه خايبة تسمع لنا برا. اللهم إني قد بلغت. شكرا سيد الرئيسة. شكرا سيد نائب. تفضلوا السيدة كاتبة الدولة. نائب المحترم، أقول وأكرر أن المياه الموزعة في الشبكات العمومية والتي تخضع لمراقبة صارمة هي مياه صالحة للشرب، صالحة للشرب. شكرا لكم. شكرا. إذن نمر إلى السؤال الموالي، سؤال حول رفع معدل ربط بشبكة المياه للسيدات والسادة النواب عن فريق الاشتراكي. شكرا سيدة الرئيسة. سيدة كاتبة الدولة، نسائلكم حول الرفع من معدل الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وعن مآل الاتفاقيات التي وقعت أمام أنظار صاحب الجلالة في مختلف جهات المملكة والتي تهم ربط المناطق القروية بالماء الصالح للشرب. شكرا. ما سمعتوش. الله يجزيكم بخير لما نساعدوا بعضياتنا على الاستماع. إلا كان ما عرفتش واش لاريجي كتسمح ولا ما عرفتش، ما سمعت والو للسيدة النائبة. تفضل. نسائلكم السيدة كاتبة الدولة حول الرفع من معدل الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وعن مآل الاتفاقيات التي وقعت أمام أنظار صاحب الجلالة في مختلف جهات المملكة والتي تهم الرفع ربط المناطق القروية بالماء الصالح للشرب. شكرا. شكرا. تفضل يا سيدة كاتبة الدولة. على هذا السؤال، بالفعل الآن المواطن في الوسط القروي لم يعد يكتفي فقط بالإيصالات الجماعية أو النافورات العمومية، بل أصبح يطالب بحقه الدستوري في الوصول إلى ربط فردي داخل مسكنه، وحنا واعيين بهذه المسألة هذه اللي كيشرف عليها مباشرة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لذلك بلور المكتب واحد المنظومة جديدة تستدعي التشجيع للوصول إلى الاشتراك الفردي لكل مواطن عبر انخراط بالأساس الجماعة الترابية في هذه المنظومة اللي كتساهم تقريبا بواحد 50% في الكلفة ديال الشبكة، واحد 15% تقريبا من الرفع من القدرة الإنتاجية ديال المنظومة، مع المشاركة أيضا للمواطن، بحيث أنه كان داك لي برونشمون سوسيو الربط الاجتماعي 3500 درهم اللي كانت كتقسم الى حدود 7 سنوات، وحنا واعيين بان الدخل الفردي لهذه الساكنه هو دخل بسيط جدا وما كيمكنلهاش حتى تعطي داك النصيب الشهري، لذلك قام المكتب بتعاقد مع البنك الدولي باش يعطيه واحد لالين ديال الفينونسمون باش يخلص لعند الساكنه، يخلص له هو راه تما توفر الاعتمادات. وكنحيي ايضا انخراط المجالس الجهويه. شكرا السيده. شكرا لكم كتيبه الدوله. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيدة كاتبة الدولة على الجواب ديالكم، اللي فعلا ما ننكروش المجهودات التي يقوم بها المكتب وكتقوم بها الدولة، ولكن السيدة كاتبة الدولة هناك واحد الإشكال،
أنه هناك مجموعة من الاتفاقيات اللي توقعت أمام أندر صاحب الجلالة، وأعطيكم نموذجا من جهة مراكش أسفي اللي فيه اتفاقيات كتهم الأقاليم ديال الصويرة، شيشاوة، الرحامنة وكذلك الحوز، وإلى غاية اليوم وهي توقعت في 2009 وإلى اليوم يعني هذه الاتفاقيات كلها كانت بقت حبر على ورق وما تمش تنفيذ ديالها. وهذه الساكنة تتعيش واحد الظروف اللي هي ظروف يعني صعبة، وتطالب يعني بتفعيل هذه الاتفاقيات. شكرا شكرا شكرا. اذا تعقيبات اضافية حول الموضوع نشوفوا ياك ما كاينه في المعارضة شي ما كاينش تعقيب. تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة كاتبة الدولة، بغيت ننبهكم لواحد المسألة مهمة ديال العملية ديال التدبير ديال الماء الصالح للشرب في الجامعات القروية. اليوم المكتب الوطني كيحتاج من غياب الموارد البشرية والضعف ديالها في التدبير ديال هذه العملية، وكيطلب من جمعية المجتمع المدني باش يقوموا بالتدبير في الشراكة مع الجامعات. اليوم الجامعات مقيدة بالقانون التنظيمي 113. شكرا على المساهمة. شكرا السيدة كاتبة الدولة على المساهمة. ولا غادي تجاوبوا؟ واخا بغيت نصيفط عليك. راه درنا تعقيب الإضافة. تعقيب الوضع السؤال. تفضل. أعطيه الصوت ل ما بقاش عنده انتهى الوقت. ما عندكش الوقت. تعقيب عنده الحق في التعقيب. تعقيب إضافي عنده الحق في تعقيب إضافي كوضع السؤال. شكرا السيدة الرئيسة. أنا اللي بغيت نشير له السيدة كاتبة الدولة هو أن هذه المسألة نطالب بفتح تحقيق في هذه القضية حقيقة، لأن عندنا واحد الإشكال ديال يعني الأشغال التي يقوم بها المكتب في الجهة، فكاين في مجموعة من الاختلالات وكاين تعثر في تنفيذ مجموعة من المشاريع، فتنطالب الحكومة أنها يعني تقوم بالدور ديالها يعني الرقابي، وكذلك أنها تدخل من أجل تسريع هذه المشاريع ومن أجل فك العزلة على هذه الساكنة اللي تتعيش واحد الضرر اللي هو دائم. وإحنا مقبلين على فصل الصيف، فأنتم تتعرفوا أن يعني مجموعة من هذه الأقاليم فيها الفرشة المائية ضعيفة. شكرا السيدة كاتبة الدولة. تفضلوا. شكرا سيد الرئيسة. سيد النائب محترم، من التحقيق راه من حقكم والدستور يخول لكم ان تقوموا بمراقبه اشغال الحكومه، ولكن اللي بغي نشير عليه بان المكتب الان كيشتغل على 100 مشروع. المناطق اللي تحدثت عليها الان كتدخل ضمن هذه المشاريع الان من اجل يعني تسريع وتيره الربط الفردي لجميع هذه الجامعات الترابيه اللي من حقها انها توفر على ربط قار بالماء الصالح للشرب. شكرا لكم. شكرا السيدة كاتبة الدولة. اذا كان هذا اخر سؤال موجه للسيدة كاتبة الدولة. شكرا على حسن المساهمة.